مشاهدينا راح نتكلم اليوم عن الطفولة، وهي الفئة المهمة في المجتمع واللي تشكل ثقافة مجتمعنا في المستقبل. فهذه الفئة هل هي في زمن العولمة؟ هل أطفالنا في أمان في زمن التكنولوجيا؟ كل هذه الأسئلة اليوم راح يعني نتناقش فيها مع أخصائيين ومسؤولين عن هذا الشيء. معنا الضيف المستشار التربوي دكتور عيسى الجاسم. يا مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك أستاذ عيسى. وأيضا معنا رئيس لجنة المرأة والطفل في جمعية الحقوق ومدرب حماية الطفل المحامية عذراء الرفاعي. يا مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك أستاذ. أهلا في المشاهدين، حياكم الله. ويمكن الموضوع موضوع وايد كبير، بنحاول كثر ما نقدر من خلال اكيد فقراتنا ان احنا نوضح اهم النقاط للمشاهد، وانتم يعني خير من يمثل هذا الموضوع بصورته الايجابيه اللي بدنا نتكلم عنها. دكتور، في البدايه، استخدام اليوم اطفالنا للاجهزه الحديثه، الاجهزه الذكيه، واستغراق عدد كبير من الساعات، هل يساهم بتنميه اطفالنا بشكل ايجابي ام سلبي بوجهه نظرك؟ هو الحقيقة طبعا المثلث الذهبي أسميه أنا، مكون من التكنولوجيا، الأدوات الجديدة اللي دشت، آيباد، تليفون، يعني أي جهاز من الأجهزة اللي يوصل بالمعلومات هي أساس آخر، والاتصالات. فهذه الثلاثة تكاتفوا وأصبحوا حقيقة بيد أطفالنا وبيدنا كلنا في هذا الموضوع. صحيح. أبعادها ما لا نهاية في على حياتنا، وتأثيرها واضح على الجيل الجديد أكثر من تأثير على أي عانة وعلى غيره من الكبار. والحقيقة التأثيرات أنا أعتقدها هي إيجابية بشكل عام، أغلب الإيجابيات لهذه الأدوات الحقيقة جميلة وحلوة، ولكن تحديد الأضرار مالها واجب وواضحة الأضرار الحقيقة، ويمكن بس محدودة. واحدة من أهم الأضرار اللي هي ذكرتوها مساعدة بحديثكم، خصوصية وانفرادية الشخص، أي هذاك الحياة الاجتماعية للطفل بدأت تختفي. الأضرار الصحية الحقيقة بالجلوس 24 ساعة أو 3 ساعات 10 ساعات تسبب سمنة وتسبب مشاكل صحية وتسبب يعني حتى آلام. التيارات أو الموجات اللي موجودة لها تأثير على بعض الأطفال، بحيث أنه إذا زاد عدد الاستخدام، أنا أقولها باختصار طبعا، استخدام هذه الأجهزة مدة طويلة حتى أصبح في معيار حق عدد الساعات اللي يقضيها كل عمر، وهذا الأبو لازم يعرفها أو الأم تعرف أنه في حدود معينة للاستخدام، لأنه بدأ يتأثر على الجهاز العصبي للطالب. لكن بشكل عام أنا أعتقد قاعد يغير حياة جيل كامل للأفضل. وكنا الأفضل، وقاعدين نسولف برا في موضوع إيش كثر أكو في فجوة بين أجيال. كانت الفرق بين جيل وجيل 30 سنة، الحين بين جيل وجيل 10 سنوات. التغييرات السريعة صارت قاعد تغير أطفالنا. طفل اللي عمره 10 سنوات اليوم يختلف عن طفل عمره 20، ب20 يختلف عن أبوه 30، وبالتالي التكنولوجيا صار لها تأثير رهيب. أنا عندي واحدة من أكبر المشكلات وأنا في التعليم، إن المدرسة بصوب مستواها لا يزال من 50 سنة نفسها، منهج ومدرس وروتين ومعلومات وحفظ امتحانات، والطالب في بيته عنده تقنيات ومعلومات اقدم افضل من المنهج. يعني نتوقف عند هذه الجزئيه دكتور، اليوم ما في توازن بين الجانب الاكاديمي والتعليمي، وبالتالي اضرار ان هذا الاضطراب ما بين البيت احيانا والمدرسه. صحيح. وما بين المجتمع والطفل هو هذا السعادة اكيد راح نتكلم عن هذه النقطه اكيد. وبالنسبه لك محامي عذراء، طبعا احنا اذا بنتكلم عن الجانب، الدكتور عيسى تكلم عن جانب جدا مهم، واحنا نتكلم عن الجانب القانوني كوني انا مختصه من الجانب القانوني. نقدر احنا نقول أن التكنولوجيا الحديثة كان لها من الآثار الإيجابية، لكن تضمنت سلبية، لذلك أوجدنا القوانين اللي تنظم هذه السلوكيات وتعاقبها على أساس أن نحد من الجريمة، لأن آثار التكنولوجيا أثرت على أطفالنا في ارتكاب كثير من السلوكيات التي تعد جريمة حاليا، مثل استغلالهم أو استخدامهم في الأرباح المادية أو استخدامهم في التنمر أو استخدام الأطفال بطريقة غير مناسبة. وكذلك من الآثار اللي احنا نشوفها سلبية جدا، أن إحنا لا نعلم ما هي السن القانوني أو السن اللي ذكر في القانون في استخدام الطفل لهذه الأجهزة. كثير من الأهل نشوفهم في سن قانوني، عفوا اليوم في سن، طبعا إحنا كلنا نعلم أنه وفق قانون 21 على 2015 سن الطفل من أول يوم ولاده حتى 18 سنة، لكن لم يذكرنا القانون سن استخدام الطفل للتكنولوجيا. في شهر 12 2018 اصدرت لنا ضوابط استخدام برامج التواصل الاجتماعي من قبل النيابة العامة الخاصة في الأحداث، وتكلمت عن سن الضابط في استخدام الطفل لهذا الجهاز من سن 13 سنة.
13 سنة يقدر يستخدم برامج التواصل، يستخدم هذا الجهاز وفق ضوابط معينة، اللي أقل من ذلك لازم يكون تحت رقابة والدينه. أنا فعليا أقل من 13 سنة قاعد يستخدم الهواتف. إحنا هذا الأسف اللي قاعد يصير. وبسنتين مثل ما قال. عشان يلها شوية ويوقف بيتي يمكن يحطون. وللأسف يتم استغلالهم بهذه الطريقة، فالآثار السلبية طقت على الآثار الإيجابية، مع أن إحنا نجد أن الحين زمن التكنولوجيا مهم جدا في استخداماتنا، يمكن يعني كثير من الأمور قاعد نشوفها ونشهدها في أطفالنا، محتاجين من يستوعب الطفل التكنولوجي حاليا، لأنه ابتعد عن القراءة وابتعد عن الأوراق اللي إحنا نستخدمها، إحنا جيل الأوراق بنستخدم الأوراق، فالحين الطفل تأثر جدا في هذه البرامج، تأثر في هذه الأجهزة، في التكنولوجيا الحديثة، فلذلك أوجد قانون الطفل الكثير من الأبواب، وخاصة الباب السابع لما تكلم عن ثقافة الطفل وتكلم عن اهتمام الدولة في نشأ جيل يهتم في هذه التكنولوجيا، فلذلك احنا عندنا القوانين كذلك حثت ان الدولة تهتم في هذه التكنولوجيا وتواكب الطفل مع هذه التكنولوجيا. ممتاز. يعني احنا اليوم عندنا نقطتين مهمين في بداية حوارنا، بان ما في كفاءة تعليمية تساهم او تواكب المهارة اللي يمتلكها الطفل في التكنولوجيا، بالاضافة للنقطة بالنسبة لي انا جديدة واتوقع ايضا للمشاهدين، بان في سن وفي فئة عمرية لابد من هي تبدي استخدام التكنولوجيا، مو اصغر اللي هي 13 سنة. مستمرين معاكم ونتكلم بنقاط اخرى، لكن نشوف هذا التقرير مشاهدينا عن ادمان الطفل في التكنولوجيا والهواتف الذكية، وراجعين بعدها. يعني مثل ما شفتوا معنا مشاهدينا هذا التقرير عن إدمان الأطفال لوسائل التكنولوجيا، ويعني دكتور عيسى في بعض الأطفال ممكن أن هم يدمنون فعلا لدرجة أن ينفصلون عن عالمهم الواقعي، ينفصلون عن العائلة اللي هم موجودين فيها، لدرجة أن ما يدرون ينامون إلا لما يكون التليفون عندهم أو يلعبون. هو الإدمان مثل ما تفضلت الاستخدام، لأن هي واحدة من الظواهر الموجودة في مجتمعنا. الإدمان يعني من نتيجة فجوة ما بين الأطفال الصغار اللي يجدون التكنولوجيا ويستخدمونها ومدمنين عليها، بين الآباء اللي هم مو واعين وما يعرفون حق التكنولوجيا ويعرفون حدودها وحتى أبعادها. وأنا واحد أعترف في الموضوع هذا، واللي أفضل مني وايد يعني أنا أستعين فيه، والمدرسة والمجتمع. فبالتالي نجد أن أطفالنا في جزيرة، في بلد مو بلدهم يعني، حتى أبعاد العالمية يوصلونها، يوصلون حق أصدقاء يلعبون في بلاي ستيشن مع ناس من جميع العالم. صحيح. وكبار بالسن 30 مع طفل عمر 10 سنوات بالضبط، وفيها فلوس وفيها خسارة وأرباح. كنا نتكلم في موضوع إيش كثر ممكن تسوي فلوس وانت قاعد بالبيت. العزلة هذه والانطواء والبعد عن الفريج والمجتمع يعطي أبعاد وتفكك داخل المجتمع، فهي أثارها سلبية، ولكن هي مفروضة علينا، ما في هروب منها. صحيح. يجب أن نتعامل معها، يجب أن نكون واعين. الأجهزة التربوية والأجهزة القانونية والأجهزة الدولة والجمعيات النفع العام والوالدين لازم يتعاونون في سبيل إيجاد حل لهذه القضية بحيث تتنظم بشكل أفضل. الفيلم اللي أنتوا عرضتوه هذه إساءة الطفل، يعني هذه اعتداء على الطفل وعلى سلامته، يعني تخلع الواحد الطق هو متخلع، خاصة طفل عمره بسنتين 3 سنوات. فهذا يبي يحاسب الأب أو الأم أو المصور هذا حماية، عشان فبالتالي لابد من تشريع قانوني. القانون دائما هو ملاذ أي أداة بالعالم، سيارة تكرمها قانون، أي شيء بالحياة لا قانون. فأنا أعتقد أن للأسف شوية أجهزتنا في الدولة والكبار اللي هم مو شاعرين بحجم هذا المشكلة، مو واعين ومنتبهين للخطورة، إن أطفالنا قاعدين ينفصلون عن عالمنا. صحيح. عن ثقافتنا، حتى عن مجتمعنا. والفضاء مفتوح، اسمها الشبكة العنكبوتية. شبكة عنكبوتية يعني ما تعرف وين أولها وين آخرها. يعني العنكبوت تنتقل من مكان لمكان بلمح البصر. هذه صارت مو شبكة عنكبوتية، سمها شيء رهيب يعني. فما أصبح الولد في حجر أمه فقط، وتربى بحجر أمه، يتربى بالبيت وبعدين يتربى بالفريج، يتربى بعدين بالمدرسة. هذه المعادلة للأسف قاعد تختفي شوي شوي. طبعا تبي حزم من الوالدين، تبي وعي، تبي أجهزة الإعلام. أنتم ضيفتونا اليوم، أنا أعتقد تحتاج فوكس من عندكم. وأيضا جانب قانوني يعني يكون أن هذا المؤشر خطير، أن مثلا أن كل واحدة تشوف عيالها بالبيت تعرف أن هو مثلا ولدها أو بنتها وصلوا لمرحلة خطيرة من الإدمان، فشنو المؤشرات؟ أنا أعطيك مؤشر، أنا مؤشر أعطيك، أنا أعطيني حالات، 6 حالات الأطفال. هايبر اكتيفيتي، اي دي اتش دي، فلط نشاط، شرط الانتباه، وما يقعد بالصف، ما يقعد في البيت، حركه دائمه. فهذا عباره عن موجه كهربائيه في جسمه،
فدائما اقول لهم روحوا خليه يمشي حافي على البحر يعني بالرمل عشان يتخلص من هذا الشيء. اذا في سيراميك او سجاد حاولوا تشوفون مكان انه يمشي بحيث يتخلص منها. لان انا ماسك التليفون فيه عباره عن تيار كهربائي، وأسوأ شيء مشحون مع الشحن، يعني قاعد يشحن وقاعد بطلع. هذا خطر عليه وعلى الجميع في الموضوع، وهذا طبيا معروف، كهربائيا معروف، الكترونيا معروف. فهي لازم انه يكون هذا غير الانفجار ممكن ينفجر في اثناء تشغيله، في عواقب وخيمه في موضوع الشحن والاستخدام. فانا انصح اولياء امور هالنصيحه هذه انه طلعوا برا، خلوا اولادكم يلعبون بالحديقه، بالبحر، في اي مكان، يساهم بتقليل، وخلي التليفونات في البيت، وخلي كل شيء في البيت. حتى تليفونك خليه في البيت، ما حيصير فيك شيء انت كاب. المشكله ان اكو قدوه، ان الولد يشوف ابوه وهو يسوق وهو ياكل وهو يشرب وهو قاعد ياكل، الابو قاعد يسوي كذي. فتصوري ايش توقعي من الولد؟ انا اترك الموضوع بيقلد ابوه ويمسك الجهاز. صحيح. لكن يعني استاذ عذراء، الجانب القانوني اليوم جدا مهم، البعض يمكن الى الان غير واعي. استغلال الطفل في وسائل التواصل الاجتماعي وفي باستخدام التكنولوجيا بشكل عام. قبل فترة شفنا فيديو بإعلان خبر وفاة جدته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتم انتشاره. نبي نعرف الجانب القانوني، لأن إلى الآن ما وصلت لنا رسالة واضحة بأن هل تعاقب الأم بسبب هذا الفعل، أم الموضوع ممكن يمر مرور الكرام. خليني أتكلم عن الجزية هذه وأتكلم عن التغرير، لأنه وايد مهم. أنتوا عرفتوا بعض المقاطع أن هذه تعرض أولياء الأمور يعني لمعاقبتهم عن طريق أنه يعني احنا مثل ما قلنا الضوابط ان ما يستخدمون الاجهزه اللي اقل من 13 سنه، تعرضهم للخطر، لان هذا يؤدي الى وجود عنف نفسي داخل الطفل لما يشوف هذه المشاهد. 3 استغلاله للضحك والاستهزاء، هذا معاقب قانونا. 4 التلاعب في مشاعر الطفل في برامج التواصل الاجتماعي تعتبر جريمه وفق قانون الطفل. احنا في الباب 8 نتكلم عن التشريعات الجزائيه وتعريض حياه الطفل للخطر. تكلمنا عن الاهمال، تكلمنا عن الخطر، تكلمنا عن انواع العنف التي يمارس ضدها. هذه كلها تندرج تحت قانون الطفل، وكل ما يمارس ضد الطفل من ناحيه مخاطبه المشاعر، مخاطبه القرائز، مخاطبه يعني على قولتهم السلوكيات، هذه تعتبر كلها مجربه قانونا. يعاقب أولياء الأمور ومن يستخدم هذا الطفل السجن من 2 وغرامة 2000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. فإحنا قاعد نعرض أنفسنا للجريمة، فلازم إحنا نعرف أن شفت الفيديوهات هذه، تقدر النيابة العامة تحرك الشكوى الجزائية الحين وتقدمها ضد أولياء الأمور، لأن هذا أعطاهم جهة الاختصاص أنها تعاقب أولياء الأمور اللي عرضت حياة أطفالهم للخطر بأنها تعرض عرف كصدمة نفسية للطفل، أو استغلال مشاعرهم بشكل. استغلال مشاعر الطفل لما عطته أن أم يدتك توفت وبدأ يبكي وما عطته مجال أنه يفهم ونشرت هذا المكان، ترى هذا تعريض حياة الطفل للخطر، نفسيته تعبت. فهذا يعاقب الأولياء الأمور. استغلال الأطفال بهذه الطريقة يجب أن ينتبه كل من يستغل هذا الطفل، سواء كانوا الوالدين، سواء كانت الشركات اللي تبي تروج بعض الدعايات اللي عندها. صحيح. انها قاعد تعرض نفسها للمساءلة الجنائية. وكذلك نعود لفقرة يمكن ما حد يدري عنها، الطفل اذا استقل نفسه هل يعرض نفسه للمساءلة الجزائية؟ نعم يعرض، من سن 7 سنوات يحاسب الطفل اذا انحرف سلوكيا او ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث وقانون الجزاء. إذا كان يعرض نفسه للخطر أو يرتكب تلك الجرائم، فهني يعرض نفسه للمساءلة وفق قانون الأحداث في العقوبات المنصوص عليها، يا الاختبار القضائي أو إيداعه في إحدى المؤسسات أو أنها الأخرى التي تقوم من سلوكه. فإحنا لازم نعرف ونوجه الأطفال، ترى أنت محاسب أنك تحمي نفسك وتخاف على نفسك، ترى إذا عرضت حياتك للخطر أو عرضت أنت شخصيتك للخطر أو استقليت اسمك تجاريا، أنت هني تعرض نفسك للمساءلة الجنائية، المساءلة القانونية. فلازم الوعي جدا مهم، وهذه وايد مهمة. صحيح. أن نقول يا أطفال لا تعرضون نفسكم للخطر. ممتاز. يعني مستمرين معاكم أكيد، لكن مشاهدينا هذا التقرير ونرجع بعدها. أكيد رجعنا لكم مشاهدينا، وما زلنا مستمرين في الحوار عن التكنولوجيا والطفل، وشلون ان احنا نهتم في اطفالنا، وشلون ننشر الثقافه والوعي لاولياء الامور. في مقوله قالتها الاستاذه، اذا حضر الايباد غاب الكتاب، وتناقشنا حول ان ليش ما ندمج ما بين، يعني احنا خلاص هذه التكنولوجيا صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا، فليش ما نستخدمها بشكل ايجابي وندمج نفس ما قلتي ان نستخدمها بالتعليم بالتكنولوجيا. ف
فلو تفضلتي تذكري لنا هذه الأشياء. طبعا هذا عنوان المؤتمر اللي عرضتوه قبل شوي في التغرير، إذا حضر الآيباد غاب الكتاب، وكانت جزئية مهمة جدا في ورقة العمل اللي قدمتها في هذا المؤتمر. تكلمنا عن موضوع أن قانون الطفل قدم لنا في الباب السابع الثقافة، ثقافة الطفل، وتكلم عن الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة على الدولة أن تنشئ وتوصل إنزين هذه المعلومات للطفل عن طريق تثقيفه في استخدام هذه الأجهزة. طبعا إحنا الحين بدلا يتم استخدام الأجهزة للألعاب لأشياء يتم استغلالها، يتم استخدام هذه الأجهزة الآيباد عن طريق التعليم، عن طريق القراءة. يعني منو قال إذا قابل، يعني إذا حضر الآيباد غاب الكتاب؟ بل الآيباد فيه كتب، صحيح. نقدر إحنا نفتح الآيباد ونقرأ منه، لكن التقنية الحديثة اللي قاعد يتم استخدامها عندنا بطريقة ما تفهم إن الآيباد فيه كتب. الظريف في هذا الشيء، أنا أقيم بعض التدريبات في الثانوية وفي المتوسط، فلما أسألهم لما تشترون الجهاز شنو أول برنامج تنزلونه؟ إنستغرام، سناب، وهذا. يقولون زين شنو برامج أخرى؟ أبي عصب ذهني، طلعوا لي. قلة من يقول ترى أنا قاعدة أنزل كتاب أو أنزل تطبيق أقرأ منه أو أبحث منه. أقول لهم زين ما تنزلون كتب، ما تطلعون على مواقع فيها تثقيف أو سيرش أو بحث وهالأمور على أساس أنكم تتثقفون، ما تنزلون كتب وزارة التربية اللي موجودة عندكم في الموقع؟ كلهم ينبهرون، إحنا عندنا، عندهم استخدامهم لهذه التقنية خطأ. فمن المفترض أن علينا إحنا كوزارة التربية كمختصين أن نفهمهم أن هذه البرامج وهذه الأجهزة يجب علينا أن نقوم بتحسين أدائها واستخدامها على أساس أنها تواكب التطور الحالي. يمكن دكتور عيسى قال لنا وإحنا بالفاصل أن إحنا خلاص جيل اللي كان قبل بالورق والصبورة خلاص تغير، الحين المفروض أن إحنا نمسك الآيباد ونقوم بتغيير المناهج، بدل تصير المناهج عن طريق حفظ وقراءة وكتابة، لا، بدينا الحين لازم تكون الطريقة الجديدة، لأن الطفل تطور، الطفل الحين أذكى مني وأذكى من أشخاص وايد في استخدام هذا البرامج الحديثة أو الأجهزة الحديثة. لذلك هذه الجزئية اللي تحدثنا عنها، إذا حضر الآيباد قابل الكتاب الورقي، لم يغب الكتاب الإلكتروني. وإذا حضر الآيباد اختفت الذاكرة. الذاكرة. هو هذه الحقيقة، هي اليوم المعلومات، شبكة المعلومات التكنولوجيا، ما تبي تحفظ معلومة تمشي فيها. لا لا لا، موجودة عندك أي معلومة تبيها جديدة. المعلومات اللي تعلمناها في المدرسة قبل ما تتخرج إلا عندك معلومات، معلومات، تأخذ شهادات، تأخذ شهادات، يمكن بس بعد ما تتخرج للمعلومات اللي ما أخذها ما هي صحيحة. اليوم لا، اليوم أنا أبي شخص واحد يبحث عن المعلومة في اللحظة اللي يحتاجها ويوظفها ويحللها ويجزئها ويستفيد منها ويدخلها في أمور أخرى. فأنا أعتقد أن مفهوم التعليم حتى هو مفهوم استخدام هذه الأجهزة وهذه المعلومات يحتاج إلى مهارات مختلفة عن المهارات القديمة. أنا قبل لازم أحفظ كل المواد وأدش امتحان وفرق اللي بالي هي الحين ليش أدش امتحان؟ أنا أقدر أجمع معلومات رهيبة وأقدر أحفظها، أقدر مؤقتا، لكن أنا ما أحتاج أحفظها للأبد. فالتخزين عندي ما أصبح له دور. هل التعليم ينظر على أن التعليم تخزين معلومات ولا بروسس، أي معالجة المعلومات؟ فأنا الحقيقة يمكن الأولاد ما يعرفون الفوائد اللي تقولين عنها مساعة، لأن ما في أحد قاعد يقول لهم تعال يا جماعة هذا جزء من دراستك. يعني أنا مساعة قلت لكم أن عندي 2 صبيان صف التاسع، الله يخليهم لك، عندهم امتحانات، أقول لهم بالإنجليزي عندكم برنامج فلان فلان أحسن منه بالإنجليزي ماكو، يعطيك حتى نماذج امتحانات. رياضيات يعطيك مدرس يشرح رياضيات ما تلقاه بالعالم وأحسن من أستاذك، ما يخالف سامحوني يا أستاذ، يزعلون عليك أساتذة دكتور. زين، فأنا مع احترامي حق المدرسين، أنا بيدي بالبيت عندي أدوات ومصادر ومعلومات تخلي الولد قاعد 2-3 ساعات باليوم ما يحتاج مدرس خصوصي اصلا. فهي الاشكاليه للاسف لا نزال احنا ندور على واحد ثاني هم يحشي اولادنا بالبيت ويروح المدرسه هم بعد لازم يحشي مخه في هالموضوع. والاشكاليه ان هالجيل مو مال تحشيه، صار مخه مرهون في التعامل، في المعالجه، في البحث عن المعلومه، مو حفظها. فهذا للاسف ان هذا المتغيرات بعد ما قاعد تخلي احنا نوعه اللي دورنا كآباء او معلمين. صحيح، يعني بعد يمكن هذا الكلام اللي قلناه والجوانب المختلفه ودنا نشوف اراء الناس حول هذا الموضوع، فمشاهدينا نشوف معاكم اراء الناس ونرجع من بعدها. يعني استاذ انت شفنا بعض النقاط المهمه اللي تم ذكرها، لكن انا ابي اخذ الجانب اللي ممكن يسبب قلق لاولياء الامور اللي هو التواصل مع اطفالهم من خلال الدايركت مسج او من خلال
اذا كانوا قاعد يلعبون لعبه معينه فيها تواصل مباشر من خلال الصوت، وممكن احد يكون يعني فقير نفس ويعني ممكن يطرق الى جوانب اخرى ياثر على هذا الطفل. يعني هذه الحالات موجوده بكثره اليوم، اطفالنا ممكن يواجهون هذه الخطوره، ويا ريت من خلالها نوصل هذه الرساله للمشاهد. طبعا نعم، هذه البرامج وكذلك استخدام الاجهزه مثل البلاي ستيشن واللعب اونلاين قاعد تعرض حياه الاطفال للخطر، بس مو بس تعرضها للاستغلال، قاعد يتم المتاجره فيهم، قاعد يتم تعليمهم الافكار الارهابيه او تعليمهم في مخاطبه الغرائز بطريقه غير يعني حضاريه او سلوكيه وغير مشروعه، وكذلك قاعد يتم سحب المعلومات ايضا من الاطفال عن الاسره عن الحياه ليتم سرقتهم. فهذه البرامج احنا قاعد نشهدها بالعكس يعني محتاجين رقابه، لذلك لما وضعت الضوابط كان اهمها عدم استخدام الاطفال اللي اقل من 13 سنه لهذه البرامج او لهذه الاجهزه حمايه لهم، لان مثل ما قلت شفت اللي عرضه قبل شوي في التقرير، ترى هذه واحد من كثير من القضايا اللي احنا نشهدها، وبالاخير ما نلاقي الأشخاص، لأنهم إحنا لا ننسى الإنترنت يتعدى حدود دولة الكويت، يكونون أشخاص من خارج الكويت، فعندما تتحدى الجرائم خارج الكويت يكون صعب في ملاحقتها جدا، إلا إذا كانت في اتفاقيات دولية في ملاحقتهم، لكن إذا ما في اتفاقيات دولية يكون من الصعب ملاحقة هؤلاء المتهمين. فهذه جريمة يعاقب عليها القانون، المحاسب عليها ولي الأمر. يعني صحيح أن هني في طفل تعرض للخطر، بس المحاسب عليه الأكبر ولي الأمر أنك أنت عرضت حياتك لهذا الخطر، وتم استقلال طفلك بهذا الشيء، وأنت أعطيته مجال أنه يتعرض للخطر اللي ترتب عليه في التواصل والبرامج هذه. فعلينا أن نكون حذرين منها. حلو، يعني الحوار يبي له حلقة كاملة عشان تتكلم في الطفل والتكنولوجيا، وعن يعني نبي بس دكتور عيسى نصيحة أخيرة قبل الفيديو التوعوي اللي راح نعرضه عن الأطفال، بحيث أنه لكل أم أو لكل ولي أمر شلون يستخدمون أو تصير عندهم ثقافة ووعي في استخدام الهاتف للأطفال أو نوعية البرامج اللي يحطونها للطفل في أنا أعتقد التقنين والتنظيم. التقنين بمعنى أنه حاولوا تضغطون تحددون ساعات. شيء ثاني أنه يكون مو مغلف غرف مغلقة، لازم تكون واضحة. الأب ممكن يدش، بس يدش تشوف اصطفى الجهاز ويسوي شيء معناه في خطأ، في شيء مشكلة. إن الموضوع إنه يأخذ ساعات وتقول لهم يلا إحنا بروح تمشى، بروح السوق نشتري، بروح الجمعية. يعني حاول تأخذ مشاوير قد ما تقدر، لأن هذا ما تلوم الطفل بعد هم لا قاعد يبي يستانس، لا أحد يطلعه وتبي القعدة بعد حاطين على خده، يعني هذا أمر مو منطقي صراحة. تخلقهم هوايات، خيل، كرة قدم، أي هواية تنميها رياضية وأنت تشاركهم، لأن هذه المشاركة هي اللي تعزز بعد الموقف. أعتقد أن هي الاستفسار عن المال اللي يروح، ساعات الوالد أولاد يطلبون فلوس والأب ما يدري ليش الفلوس هذه تطلب، لأن في ألعاب معينة كريدت تشتريها، وفي واحد بالغ عمره 30 قاعد ياخذ الكريدت ويبيع عليهم مرة ثانية، فهذا يستغنى آلاف الدولارات وعلى حساب أطفالنا. عشرة خمسة انتبه لها وين تروح. يعني مثلا أنا أعطيت ولدي 5 دنانير سئلة شريت فيها، إذا عرفت أنه ما شرى لا حلاوة ولا شرى فيها أشياء معنى هذه. أنا طبعا هالقائمة طويلة اللي أنا أحذر فيها الآباء، بس هذه بشكل سريع عشان البرنامج. كل شكلك دكتور عيسى الجاسم وأيضا محاميتنا السادة عذراء الرفاعي، لأمانة حوار جدا جميل، وإحنا نعتذر، لكن إن شاء الله في الحلقات الجاية ناخذ أكيد وقت أكثر معاكم. مشاهدينا نشوف معاكم هذا التقرير وبعدها نلقاكم.